يلا أميمة في قطار الرعب 3-2-1 طب علي أميمة قلت لك ما كنخافش ما خلعتينيش نتا أميمة ما تخافي ما كاين حتى شي حاجه الكود كيفاش غنعرفو الكود واش غيبان ليا تخرجي تجي عندنا اوكي صافي عطيني الكود في الظلام حتى الان ما تخلعتش ولكن هادشي مزيان واحد العقارب خدي منهم يلا خدي لنا منهم الكود تيبان لك واحد الورقه لاصقه تما لا راه راه واحد راه وراه وراه اللي فيه يا يا دغيا جبدي الكود يلا يلا شجاعة ليش ماشي عارفه اعطيني حنا نقلبوا شوفي الاخر اللي هز قلبي على الاخرين والله الا كتهزهم بحال هكا كتهز الكروفيت مزيان الوقت باقي ياك باقي بزاف الوقت يا ربي يا ربي خاوي هادشي كاين دابا كاين والونا شوفي شوفي عقرب اخر اجا ماما اجا نبوسك اجا بوسي وشوفي هذا فيه شحال دخل الكود فاطمه بيتو 27 27 دبوان 27 دبوان يا ربي كاين اللي تعطلات راه غادي ترتق وما غناخذو الساروت عطيني الدوزيام كود يلا دوزيام كود ما خصناش نتعطلو بحال باقي ما تعطلناش تفرقع الساروت هذا باقي فيه اتي ستريس و الخوت 2 بوان 31 2 بوان 31 جوج نقاط 31 باقي الوقت باقي تبارك الله عليك إذن هادو هما ريكورد صحاح تبارك الله عليها وخدينا الان الساروت الثاني برافو تبارك الله عليها اميمه راه دخلت شجاعه وما خافتش من العقارب هو التحدي هذا خاصو الانسان يكون اجي عجبان الحال واو لا دابا تخلاش منه ياك. قد ما تخلاش قارب انا اللي سنحييك عليه اميمه هو انك تبارك الله عليك زعما ما خفتيش من الحشرات ومن العقارب لا شوف حنايا جينا هنا باش ما نرجعوش الله اي حاجه جاتنا تبارك الله عليك يا سلام اميمه شوف دور عند الكاميرا شوف عادي 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 والله الا اول مره غنقيسهم واجي اجي عندي خيار اجي 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 اجي